الحزن والغضب والمرارة والكآبة اللي مرمية على حياتي. الإيمان يبدأ برغبة بالوصول ليسوع الرب. أن النعمة أنا الأسيس هاني جاك، راعي الكنيسة الإنجيلية بني مزار. المكان اللي احنا واقفين فيه هو ده، الكنيسة الإنجيلية بني مزار. الساعة 3 الظهر يوم الأربعاء 14/8 اتصل بيا، احنا كناش موجودين، كنا في مكان تاني. اتصل بيا حد من الجيران قال لي إنه دلوقتي بيكسروا باب الكنيسة وبيدخلوا، وعرفت إنه دخلوا الكنيسة، كسروا الباب الحديد ودخلوا جوه الكنيسة، دخلوا جوه الباب الخشب، دخلوا جوه قاعة الكنيسة، فرغوها تماما من كل محتواها، من كل ما فيها، من الكراسي والأجهزة، وحرقوا الكتب، كسروا كل حاجة موجودة، وبعد كده حرقوا المكان كله، كل الكنيسة اتحرقت بالكامل بالكامل زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده طلعوا فوق على السكن وبرضو كسروا وسرقوا كل محتوياته وحرقوه بالكامل. راحوا مبنى الخدمات، مبنى الخدمات اللي بيقدم خدمات لكل بني مزار، كل الشعب في بني مزار مسيحيين ومسلمين، نقدم قروض لكل الناس ونعمل قوافل طبية لكل الناس. دخلوا المكان وسرقوا كل محتوياته كمان وكسروه وحرقوه، استمروا في العمل. الكنيسة، لأن الكنيسة باقية للأبد. إذا كانت دي التكلفة اللي شعب الرب في المكان ده بيدفعها علشان بيقول الحق، وعلشان شعب الرب دايما لازم يقول الحق، والكنيسة لازم تفضل دايما المجد ربنا وولينا إلى الأبد. قد ارتفعت رأسا على الجميع، لك يا رب القوة والسلطان. يسوع نرفع اسمك عليا، يسوع نرفع اسمك عليا، يسوع نرفع اسمك
كلك، فالبهاء والجلال لك وحدك البركة يا يسوع. نبارك اسمك، نباركك يا ملك المجد، نباركك يا ملك المجد ربنا وولينا إلى الذي قادر تفعل رأسا على الجميع. لك القوة والسلطان، نقف مع بعض واحنا بنسبح الرب الوقت ده. انت صالح للكل، انت صالح للكل، انت صالح للكل، برحمك على كل اعمالك. يحمدك يا رب.
نتكلمون. ملكك ملك كل الدهور وسلطانك من فدور دور فدور. ملكك ملك كل الدهور وانت واقف كده غمض عينك وارفع ايدك وسبح الله لانه ملكه ملك كل الدهور وسلطانه في كل دول فدول. غمض عينك ما تنشغلش بحاجه لكن غمض عينك وسبحه. استاذنك كمان لو تقدر ترفع ايدك لانه الكتاب يقول ارفعوا اياديكم نحو القدس وباركوا الرب هو صالح للكل وما رحمه على كل اعماله. اغلى حاجه حضور الله في وسط الكنيسه ده اغلى شيء. عشان كده سبحوا سبحوا لانه هو غالي قوي هو الغالي قوي في وسط كنيسته وسط شعبه. هو صالح للكل هو صالح للكل. هللويا لانه ما ابعد احكامك عن الفحص طرقك عن الاستقصاء. انه من عرف فكر الرب او من صار له مشير. اله مهوب جدا اله مهوب جدا في مؤامره القديسين. اله متسلط جدا في مملكه الناس. هللويا لانه هو اللي بيغير الاوقات والازمنه. كل السلطان في يده. أنا عايزك تسبح الله بكل طلاقة لأنه الكتاب يقول سبحه حسب كثرة عظمته. الكتاب يقول كثرة عظمته هو كثير العظمة. هو ليس لعظمته استقصاء فعلى قد عظمته سبحه قوي. أمين أمين. اتفضلوا. إيه أغلى حاجة في وسط الكنيسة؟ إيه أغلى حاجة في الكنيسة؟ إيه أغلى من تجمعنا مع بعض؟ عارفين ايه؟ وجوده في وسطينا. ده الافتقاد الحقيقي. حد يوافقني في الكلام ده؟ في حاجة أغلى منه؟ ولا أي حاجة. هو الغالي في وسطينا، هو اللي ياخد مكان راحته في وسطينا. عايز أقول لكم إنه ده الافتقاد الحقيقي. رب لما بياخدنا في أزمنة كده أزمنة افتقاد هو عايز يسكن وسط شعبه. إيه دورنا إحنا؟ نحافظ على عليه في وسطينا. نحافظ على حضوره في وسطينا. نحافظ عليه ازاي؟ انه نقدم له كل الذبايح، نقدم له كل المجد. انه نقول له خد مكانتك وسط شعبك. في افسس يقول كده له المجد فين؟ في الكنيسه، في الكنيسه. حضوره يكون غني فيك، هو ده الذهب. مفيش اغلى اغلى وقت بنقضيه هو في محضر الله. ده الذهب. ده الذهب. ده اللي الرب عاوزه في وسط شعبه. الرب في اوقات يعدي على الكنيسه. يبقى عايز يعدي على الكنيسه ويسكن فيها وده اسمه زمن افتقاد. بس الكنيسه تعمل ايه؟ زي عروس النشيد هي مالها تدور عليه تدور عليه وجي في وقت هي لقته عملت ايه؟ امسكته ولم ارخيه. ده وقت يا شعب الرب ان احنا نعمل ايه؟ نمسك فيه ما نسيبوش ما نطلعوش من المكان ده. حد يوافقني؟ حد يمسك فيه يقول له احنا مش عايزينك تطلع من هنا ابدا. مش من المكان ده يعني حيطان. مش بالكلام ده. جماعه المؤمنين هم دي الكنيسه. هو الرب اللي يسكن وسط ايه؟ تسبيحات شعبه. رب يلاقي مكان راحته في وسطينا. لما كانوا يطلعوا بالتابوت يقولوا كده قم يا رب الى ايه؟ الى راحتك، ده مكان راحتك، انت تيجي ترتاح هنا في وسط شعبك. انا نفسي نفرح. حد عنده احنا كشعب مصري بنحب الحزن قوي. لكن الكتاب بيقول فرح الرب هو ايه؟ قوتكم. فرح الرب هو قوتكم. نفسي اقول له احنا بنقول له مجد الرب في وسط في كنيسته. بص كنيسته ما يغيبش ابدا. ده هو اعلان الوقت اللي جاي في وسط ارض مصر انه الكنيسه تكون مليانه من المجد. تكون الكنيسه مليانه من حضور الله. حد يقول هللويا؟ غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم ليه. خلوا تفتس بحنا واليوم اجي ونكون شعب اللي مستنيه ومعاه
غنوا معايا. غنوا معايا شعب الرب. بيهتف قلبي بيهتف للي فداني بدمه على الصليب. روحي وعقلي ويا لساني عظمه بسجود وحمد ووعود همجد اسمه وعليه. وفي ليل زمان الغربه يفضل قلبي افرح. غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم ليه. واليوم ما جي ونكون شعب المستنيك ومعاك في زمان. اعلن اغنيتك وسط الحرب. وسط الحرب ووقت دي انا برفع قلبي ليه. معاك ساكت في ايماني خليني اكتب ليه. جنود سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح. لما بيعلى وتاف مدى مجد المسيح. غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم ليه. دور غالي في وسط نفسك. هنفضل مجد الرب. مجد الرب في وسط كنيسته بنعلنه بالتسبيح. صليب الرب نحن بدمه مفديين. غالبين جنود الشر باسمه دايما منتصرين. غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم ليه. خلوا تفتس بحنا يدوب واليوم ما جي ونكون شعب اللي مرتب الموكب اعيد فينا الصليب. هتلف ندوك في البلاد ربنا. لما شعب لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم السماء بنها والشريك والمقيد والمقيد والسجين واللي مقصود من سنين. والمقيد والسجين واللي مقصور من سنين. ينطلي من الفخ عالم حر من كل الويود. ينطلي من الفخ حر من كل القيود. يا مرتب الموكب أعياد ومبينة الصليب. ربنا الحبيب يا مرتب الموكب أعياد ومبينة الصليب. خلف الدول في الليلة ربنا الحبيب. لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع السما ترفع ببنها. للسما ترفع ببنها والشريك نبي الدم. كل روح كل روح كل روح ضد المسيح
ارفع ايدك كل روح كل روح ضد المسيح ده سلطان الكنيسة الشيطان احوش الشيطان ملهوش مكان لما روح راح يسود الشيطان ملهوش مكان لما روح راح يسود امرات بالموكب اعياده بينا بالصليب ألف ندور البلاد ربنا الحبيب في البلاد ربنا الحبيب لما شعب المسيح يرنم لسبيح عظيم السماء ترفع ببنها وتشاركنا في التهاليل فمزمور 2 يقول الرب يضحك بهم الرب يستهزئ بهم لأنه اللي في قلبه واللي في فكره هو ده اللي هيتم فكركو إبليس العدو لما يشوف الكنيسة فرحانة رغم اللي بيعملوا فيها لما يشوف الكنيسة وهي بترفع ايديها بتقول كل روح ضد المسيح ينكسر يبقى شكله ايه شكله ايه لما يشوف الكنيسة فرحانة عارفين الكنيسة تفرح ليه لأنه ده اللي بيحصل في السماء في مؤامرات بتحصل تآمر الرؤساء معا على الرب وعلى المسيح لكن السماء بيحصل فيها الرب بيعمل ايه في السماء يضحك فرحان الرب يضحك الرب يستهزئ بهم وعلى فكره قضاء الله يجي لما الكنيسه تفرح اقروا في اخر المزمور يقول ايه هو تأدبوا يا قضاه الارض قبلوا الابن لالا يغضب فتبيدوا من طريق وانا عايز اقول لكم الرب الوقت اللي جاي بقضاء بس لما امتى ليلاقي مكان راحته في وسط الكنيسه لما الكنيسه تفرح بوجوده مش بوجود حاجه تاني مش بوجود اي حاجه تاني انا اقول له الكلمات دي انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا افرح انا هفرح بيك علشان انت بتحبيني مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشبع وتشبعني مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني هاتف لي علشان أنت بتحميني أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني أنا هاتف لي علشان مش رح أنزل عيني مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر لحظاتي واليد بس كلامك وجهك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامه وتفد فيا بروحه بالشهاده المجد جلالك مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامة وتفد فيا بروحه بالشهادة المجد جلالك أنا هفرح بيه علشان أنت بتكفيني أنا وانت قاعد كده غمض عينك وامسك ايدي اللي جنبك تعالوا كل اتنين جنب بعض تعالوا نصلي
انه الرب يحقق مقصده من الكنيسه. نفسي تمسك ايدي اللي جنبك كده وصلي معاه، قرب منه وصلي معاه، قول له حضورك يا رب في وسط شعبك هو ده المجد، هو ده الغنى، مش عايزين حاجه تاني. مجدك غني، مجدك غالي علينا في وسط كنيستك. احنا بنعلن كشعب، كشعبك بنمسك فيك، بنمسك فيك. ده زمن افتقاد، احنا بنمسك في حضورك في وسط الكنيسه. مش هنسيبك المره دي، المره دي مش هنسيبك. احنا مصرين عليك، احنا مصرين وعايزينك للاخر يا رب. نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، من لي سواه في السماء لا أريد شيئا فهو كفايتي وكنزي فليزن، من لي سواه في السماء لا أريد شيئا فهو كفايتي داود كده، أنت تبني لي بيت. كان بيقول له أنا كل شوية باجي في مسكن. مرة كنت بقول الكلام ده في يوم الاثنين في اجتماع الصلاة، رب عاوز حضور دائم في وسط شعبه، في وسط كنيسته، مش يجي ويروح. كان بيعملوا خيمة الاجتماع، أول ما تتعمل الرب يجي وبعد كده يمشي. على فكرة شعب الرب احنا أوقات بنكون كده، احنا اوقات اعتبرنا الاجتماعات ده فيها حضور الله وبعد كده ما فيش حاجه تاني. لكن الرب قال لداود انا عاوزك تبني لي بيت. ليه؟ للسكناي، انا عايز اسكن، عاوز اكون طول الوقت مع شعبي. ليه عاوز تكون طول الوقت مع شعبك؟ لانه ده اللي هيعلن مجدي في كل الارض. الرب اكمل العمل في الصليب، حضور الله في وسط كنيسته ده اللي هيعلن مجد الله في وسط الارض. لو كنا احنا بنصلي لمصر، الرب هيعلن حضوره في وسط ارض مصر. بس امتى؟ لما يكون الكنيسه تقول له تعالى ده مكان سكناك طول الوقت، انت عاوزينك هنا موجود في وسطنا. نفسي اختم واقول له، احنا بنقول له اه وعايزينك، اه حابينك تيجي، تعالى تاني، احنا بنقول لك تعالى تعالى. تعالوا نقف نختم بيها مع بعض. مش عاوزين كلمات الترنيمة وهي بتقول ناس وصبوا في كنايسهم وانت ايه؟ طب هم كانوا مجتمعين عشان مين؟ لما الناس تجتمع في وسط كنيسة والرب مش موجود في وسطيهم يبقى ايه لازمتها؟ حضور الله هو الكنيسة، هو مجد الكنيسة، هو غنى الكنيسة. من غيره مش عاوزين حاجة تاني. عايزين حاجة تاني؟ عاوزينه هو بس. حد يقول امين؟
ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك، ناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك، ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك، ناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرها، وناس تانيين تشتاق لك تتمنى تجيلك، وتتمنى تجيلك، وناس هنا وعايشين وتموت ولا تينا، وتزور بيوتنا تاني بالروح بإنجيلك، بالروح بإنجيلك، ناس وصفوا، ناس وصفوا في كنائسهم وانت غايد عنهم، ناس خدموا في كنائسهم تعلمهم وعلمهم، ناس وصفوا في كنائسهم وانت غايد عنهم، ناس خدموا في كنائسهم تعلمهم وعلمهم، والروح بيدم ومادي من غيرهم، ناس عندها وحجارة ومنارة إيمان، نشهد هنا عن اسمك وانت شاهد عنا، نحمل بفرح ديرك وانت اللي شايلنا، نشهد هنا عن اسمك وانت شاهد عنا، نحمل بفرح ديرك وانت اللي شايلنا، نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نحمي من انجيلك وانت اللي حمينا، خلونا كده كلنا نصلي في الدقايق اللي جايه كده مع بعض، نرفع كلنا قلوبنا في صلاه قدام الهنا، تعالوا كده كلنا نرفع قلوبنا قدام الهنا في صلاه، واحنا بنحط كل وقتنا اللي جاي قدام ربنا. يا رب احنا يا رب بنجي لك النهارده يا رب شعب واحد، يا رب بنجي لك يا رب النهارده وعينينا عليك، بنجي لك يا رب النهارده واحنا منتظرين اسمك واعلان مجدك في وسط شعبك. يا رب كنيستك موجودة، كنيستك موجودة، كنيستك الآن موجودة يا رب، يا رب شكرا يا رب لوجودنا النهاردة قدامك، بنعبدك بكل قلوبنا يا رب، مش ممكن أبدا تقف عبادتك وسطينا، عبادتك هتكمل، عبادتك كل يوم يا رب مستمرة، شعبك هيفضل يعبدك كل أيام الحياة إلى الأبد، شعبك بيعبدك يا رب. شكرا يا رب لأنك أنت حافظت علينا يا رب، شكرا لأنك أنت يا رب أتيت بنا أمامك الآن نعبد شخصك بكل القلب يا رب. النهاردة بنصلي لك يا رب النهاردة من قلوبنا أنك يا رب تتلامس معانا يا رب، تتكلم لينا رسالة من عندك يا رب النهاردة من فضلك، في اسم المسيح يا رب، أمين. في الشهر السابع في الحادي والعشرين من الشهر
كانت كلمة الرب على يد حجاي النبي قائلا: كلم زروبابل ابن شالتئيل والي يهوذا ويهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ فالآن تشدد يا زروبابل يقول الرب، وتشدد يا يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم، وتشدد يا جميع شعب الأرض يقول للرب، واعملوا فإني معكم يقول رب الجنود حسب الكلام الذي عهدتكم به عند خروجكم من مصر، وروحي قائم في وسطكم، وروحي قائم في وسطكم، لا تخافوا، لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود، للفضة وللذهب يقول رب الجنود، مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي سلام، وفي هذا المكان أعطي سلام يقول رب الجنود. وإحنا النهاردة بنبدأ مع بعض في كنيستنا الجديدة، هو تفتكروا أن نقصد كنيستنا الجديدة هي المكان، لكن كنيستنا الجديدة هي إحنا، هي إحنا. قعدت أفكر كده وقارن ما بين كنيستنا وكنيستنا، قعدت أفكر ما بين الكنيسة اللي اتحرقت، المبنى اللي اتحرق، ما بين الكنيسة الموجودة النهاردة قدامنا. فشفت كده بوضوح جدا النهاردة مجد هذا البيت الأخير يكون إيه؟ أعظم من مجد البيت الأول. على فكرة مع أنها تمشي برضو على المباني، يعني تمشي على المباني أنه الرب يدينا بيت جديد، مكان جديد، كنيسة جديدة، تمشي على المباني يعني، لكن أبدا مش هنستغلها ولا هنتكلم عنها عن أنها المباني. مجد هذا البيت الجديد هو حضراتكم، هي الكنيسة دي، هي الناس دي، هم الشعب ده. مجد هذه الكنيسة، هذا البيت الأخير، مجد الكنيسة مش مباني ولا طوب ولا حجارة. طوب والحجارة ربنا هيبني غيرهم، هيشتغل عليهم، ما تقلقوش. الكنيسة مش ممكن أبدا تتحرق، الكنيسة بدأت من البدء وتستمر من الأزل وإلى الأبد، ومش ممكن أبدا مهما حاولوا يعملوا مش ممكن إنها تتحرق. إيه اللي فرق؟ يمكن فرق شوية آلات مش موجودة، فرق شوية أدوات مش موجودة، فرق شوية أشياء مش موجودة، لكن عبادة إلهنا مش هتقف على أشياء، عبادة إلهنا ما بتقفش على الحاجات، عبادة إلهنا من خلال بشر، ونشكر الرب البشر موجودين، البشر كاملين، الكنيسة موجودة قدام الرب كاملة، نشكر الرب، نشكر الرب. عشان كده، عشان كده النهاردة احنا بنعبد إلهنا بكل طاقتنا، واحنا قاعدين كده حرانين وبنهوي كلنا من الحر اللي احنا فيه دلوقتي، افتكرت بصراحة شعب الرب وموسى زمان ماشيين بالملايين في البرية، لما كان موسى بيوقف يوعظ الشعب كان بيوعظهم ازاي؟ يعني فين التكييف اللي كان عندهم وهم ماشيين في الصحراء؟ يعني التكييف المركزي ده كان شكله ايه؟ اشياء، كلها اشياء. عبادة الهنا مش هتقف على اشياء، اذا كانوا قدروا الوقت اللي فات يحرقوا الاشياء فستظل هذه اشياء، اشياء.
لكن شعب الرب هيكمل عبادة الرب. ولما نيجي نتكلم عن العبادة، وكتير بنتكلم عن الفكرة دي، العبادة أمر استراتيجي في الإرادة الإلهية. الله مش مستعد إنه يضحي بيه ولا يوقفه. العبادة هتكمل طول الوقت. وشفنا لما كده الرب قال لموسى كده، روح لفرعون قول له كده اطلق شعبي ليعبدني. وفرعون عمل ايه؟ غلط غلطة عمره، ان وقف قدام الهدف الالهي. الهدف الالهي هو ان شعبه يعبده، ويجي فرعون كده ويمنع الشعب من عبادة الله. فيحصل ايه لفرعون؟ ياخد 10 خبطات فوق راسه، ما يعرفش يقوم منهم، ما يعرفش يقوم منهم. اي حد هيقف قدام عبادة الرب هيحط نفسه في نفس مكانة فرعون قدام الرب، تحت طائلة الرب، تحت طائلة القانون الإلهي. محدش يقدر يوقف ولا يمنع عبادة الرب، حتى لو حرقوا مكان، حتى لو حرقوا مكان، حتى لو كسروا مكان، حتى لو كسروا مكان، عبادة الرب تستمر وتكمل وتكمل. لأنه الكنيسة هي الناس، هي الحجارة الحية مش الحجارة الصماء. عمر ما الحجارة الصماء كانت هي الكنيسة، الكنيسة هي الحجارة الحية. وعشان كده النهاردة وإحنا بنعبد إلهنا إحنا بنحقق الهدف الإلهي، بنحقق الهدف الإلهي قدام كل وقت بيحاول فيه إبليس ويحاول فيه الشرير والأشرار إن هم يوقفوا عبادة ربنا، إلا إنه بتزداد العبادة أكتر وأكتر، بتكبر العبادة أكتر وأكتر. كل مرة بيحاول فيها الشرير إن يوقف العبادة ويقاوم المتعبدين، بيحصل إيه؟ العبادة بتنتشر أكتر، العبادة بتكبر أكتر، العبادة بتستمر أكتر، عدد العابدين بيزداد، وقت العبادة بيطول. إيه ده؟ إزاي ده؟ إزاي اللي بيحصل ده؟ لأنه أمر العبادة أمر هام جداً واستراتيجي في الإرادة الإلهية. مش ممكن أبداً العبادة هتقف، العبادة هتكمل، العبادة هتكمل. ويبقى شخص، يبقى شخص مش حكيم اللي يقف قدام العبادة، يبقى شخص بيقف وبيحط نفسه قدام العداوة الإلهية بيعادي الله بشكل مباشر عشان يوقف العبادة. مش هيقدر. العبادة تستمر، العبادة تكمل، كل يوم العبادة تكمل إلى الأبد. تكلمنا في الكنيسة عن معجزة إبراء مصر، معجزة إبراء مصر، وإزاي إنه الله أبرأ مصر من مرض شديد صعب أصاب مصر في الأيام الأخيرة. وشفنا بوضوح بالأعداد اللي نزلت في الشوارع اللي محدش قدر يخبيها إزاي المعجزة الإلهية الرب أتمها. لكن في نفس اليوم اتكلمنا عن الثمن المدفوع اللي لازم يدفع. ويمكن في ناس زعلت لما اتكلمنا عن الثمن، ويمكن في ناس قالت ليه التشاؤم، يعني ليه بنفكر في ثمن واحنا في فرح؟ لكن الكتاب بيعلمنا ان كل مرة الكنيسة فيها بتقف وتقول الحق لازم تدفع الثمن. ثمن الحق غالي. لما تقف الكنيسة وتعلن الحق طول الوقت قدام كل شر موجود، فيبقى الثمن اللي اتدفع ثمن ايه؟ لا، رخيص قوي. الثمن اللي اتدفع النهاردة رخيص جدا، رخيص جدا. قدام ان احنا نعمل ايه؟ نعلن الحق. وفاكرين كده لما بطرس ويوحنا ابرأوا الشخص عند الهيكل ودخلوا في محاكمة ودفعوا ثمن واتسجنوا، وبعد كده اطلقوهم،
وبعد كده عاشوا حياة كلها في مطاردة مع الضاد المسيح طول الوقت، إلا أنه كان قدامهم ثمن رخيص هما بيدفعوه قدام أن هما يعملوا إيه؟ يقولوا الحق. ومرة تانية نشوف يوحنا المعمدان كده وهو بيقول الحق، وبيحصل له إيه؟ بينتصر. مع أنه بيقول الحق وبينتصر، انتصر وما انتصرش، انتصر حتى لو كانت قطعة رأسه، فقطع رأسه هي انتصار. وشوفنا حد تاني زي إيليا وهو بيقول الحق قدام أخاب، لما أخاب قال له أنت مكدر إسرائيل، قال له أنا مكدر إسرائيل ولا أنت وأهلك وبيتك اللي قدرتم إسرائيل بترككم وصايا الرب؟ لما قال الحق انتصر، لما قال الحق انتصر انتصار هايل ورائع وقتل كل أنبياء البعل. فشفنا انتصار إيليا وانتصار يوحنا المعمدان، كل فيهم انتصار. يمكن احنا بالنسبة لنا الأمر مختلف ونشوفه بشكل مختلف، لكن انتصار إيليا يساوي انتصار يوحنا المعمدان. كل واحد فيهم قال الحق قدام الشر، قدام الخطية، قدام الحكم الغاشم، قدام إرهاب الدولة، كل حد فيهم قال الحق، نجح، انتصر. يمكن شكل الانتصار مختلف، لكن كانت المحصلة هي إيه؟ انتصار، انتصار. رسالة اليوم اللي قرناها من خلال سفر حجاي هي رسالة تشجيع وتعضيد للشعب. تشدد، تشدد يا كل الشعب. كل الشعب يتشدد، كل الشعب يتشجع. هما مش عارفين ان هما لما حرقوا الكنيسة حطوا جوانا طاقة هائلة لتمجيد ربنا في المكان ده الوقت اللي جاي. هما مش عارفين كده، هما كانوا فاكرين هما بيحرقوا الكنيسة هيوقفوا العبادة، هيخوفونا، هيخلونا نرجع لورا، نرجع لعبادة إلهنا. لكن الحقيقة انه اللي انا شايفه النهاردة في عينين حضراتكم هي طاقة هائلة، طاقة لأن يكون مجد البيت الأخير أعظم من بيت من مجد البيت الأول. التحدي المقدس اللي موجود في عينين حضراتكم النهاردة أمر بيشجعني أنا شخصيا، أمر ربنا حبه جدا النهاردة في وسطينا. مش عارف ربنا محتاجين نسمع منه النهاردة الكلمات دي، كلمات التشجيع، ولا احنا لوحدنا متشجعين، متشجعين لوحدنا، ولا محتاجين نسمع رسالة تشجيع من إلهنا؟ إلهنا يشجعنا ويعطينا تشجيع طول الوقت، طول الوقت. فيقول الكلمات الجميلة دي: فالآن تشدد يا زروبابل يقول الرب، وتشدد يا يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم، وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب، واعلموا فإني معكم، إني معكم. وتكون هي دي الرسالة الكاملة، الرب معكم، عمانوئيل على تفسيره الله معنا. ويكون الله معنا على الأرض في المسيح يسوع، لن يتركنا يتامى، لن يتركنا يتامى، هو معنا، روحه بيشجعنا، روحه بيعزينا، لأن روحي قائم في وسطكم. فإزاي تزعلوا؟ إزاي تحزنوا وأنا روحي كده بيعطي الفرح؟ إزاي؟ إزاي تحزنوا وأنا روحي بيدي سلام؟ إزاي تضطربوا؟ إزاي؟ إزاي يبقى جواكم كره وحقد ومرارة تجاه الناس اللي عملوا شر فيكم وأنا روحي بيعطي محبة؟ إزاي؟ مش ممكن، مش ممكن. روحي قائم في وسطكم يعطي محبة، روحي قائم في وسطكم يعطي سلام، روحي قائم في وسطكم يعطي ايه؟ فرح، حتى في وقت ايه؟ الحزن، وقت الألم،
وقت التعب، روحي قائم في وسطكم. هي مرة وبعد قليل أزلزل السماوات والأرض، ويأتي الرب بمجد عظيم ليأتي مشتهى الأمم. يأتي مشتهى الأمم، يعني رب ممكن أنه تيجي في وسطينا والأمم اللي حوالينا دول يشتهوا اسمك، يبقى اسم المسيح هو مشتهى ليهم. ممكن، ممكن ناس من الناس اللي كسرت وحرقت ودمرت يكون في يوم الأيام اسم المسيح مشتهى ليهم. رب يعطي شاول جديد، رب يعطي شاول جديد من أن يرفس مناخس لأن يكون مضطهد لأجل اسم المسيح. يا رب من فضلك يا رب انزع كل مرارة جوانا، كل كراهية، كل ألم، كل رب حقد، كل ضغينة حصل جوانا النهاردة تجاه الناس اللي مدوا ايديهم ناحية الكنيسة هنا. يا رب حط بدلها كل محبة، كل اهتمام، كل حنان لأجل الناس دي الوقت اللي جاي. كل مرة نقف فيها قدام محضر ربنا نصلي لأجلهم، نصلي لأجلهم رب كده يجي بلمسة لحياتهم، حفظ لحياتهم. يا رب انت اللي علمتنا نعمل كده، وانت على الصليب هناك يا رب بصيت كده للناس اللي بيصلبوك، الناس اللي بيقلموك، الناس اللي بيظلموك، وقلت ايه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. صدقوني يا جماعة لو بصينا في وشوش الناس في الفيديوهات وفي الصور اللي عملت الأمر ده تعرفوا قد إيه إن هم غلابة جدا، لا يعلمون ماذا يفعلون، عميان، مسلوبي الإرادة، ما عندهمش إرادة اللي خلقها فيهم ربنا للصلاح. الشر عمى عنيهم، لا يعلمون ماذا يفعلون. نطلب ليهم الغفران، إلهنا يغفر لهم ويعطي لهذا الشعب، ويعطي لهذا الشعب مجد أعظم من مجد البيت الأول، مجد بعمل المسيح في وسطينا، بانتشار الخدمة في وسطينا. فنسمع كده كلمات في ودننا الوقت اللي جاي، نسمعها كتير ونحطها طول الوقت في أذهاننا ونفكر بيها طول الوقت اللي جاي. هو ذا الكل قد صار جديدا. تيجوا نعيش كده الوقت الجاي. هو ذا الكل قد صار جديدا، مش بس المقصود بيها المباني، الرب يدينا مباني جديدة. أمين أمين. مكان جديد للعبادة. أمين. لكن هو ذا الكل قد صار جديدا في الحياة، في القلب، في الفكر، تجديد للذهن. هو ذا الكل قد صار جديدا، حياة روحية جديدة عميقة مميزة، علاقة مع إلهنا كل يوم فيها نرى أمر جديد، خدمة جديدة، دوافع جديدة. لا تذكروا الأوليات والقادمات لا تتأملوا بها، وها أنا أصنع أمرا جديدا الآن ينبت. ينبت. حد شايف النبتة دي؟ شايفينها؟ نبتة موجودة. يمكن النبتة أول ما بتطلع تبقى فين؟ تحت الأرض، محدش شايفها، محدش شايفها. يمكن كل المؤشرات اللي حوالينا مش بتقول انه في حاجه جديده تنبت فوق الارض، مفيش حاجه فاضيه فوق الارض، لكن تحت الارض في ايه؟ نبته جديده بتنبت، بتزرع، بتكبر واحده واحده الى ان تكون اكبر الاشجار، تأوي طيور السماء، كل طيور السماء. رب يصنع في وسطنا أمرا جديدا الآن ينبت. نبتة صغيرة جدا بتعمل إيه؟ بتنمو وتكبر
بعد شويه تطلع فوق الارض حته بحته، وتبقى زرعه وتبقى شجره، تبقى شجره عظيمه ليها فروع كبيره، بتاتي ليها كل الطيور من كل الممالك ومن كل الامم عشان تتآوى فيها. مجد البيت الاخير يكون اعظم من مجد البيت الاول. خلونا نصلي في الدقايق اللي جايه، تعالوا نصلي مع بعض. أبانا السماوي، من كل القلب يا رب بنقدم لك شكر القلب النهاردة من أجل جماعتك يا رب اللي موجودة بترفع اسمها وبترفع اسمك يا رب النهاردة وبتنادي عليك وبتقول لك يا رب فعلا إن احنا شكرا إنك وضعت في قلبنا تسبحة جديدة لجلالك النهاردة. وجهت عيوننا يا رب النهاردة من النظر على الأمور المحيطة بينا إلى النظر إلى جلالك يا رب. النهارده بنرفع لك اصواتنا بنقول لك يا رب هو ذا كما ان عيون العبيد نحو ايدي سادتهم، كما ان عيني الجاريه نحو ايدي سادتها، هكذا عيوننا نحوك. النهارده يا رب بننصب حجر المعونه بنقول نحوك اعيننا النهارده. النهارده خلي يا رب عيوننا تتحول عن النظر الى كل امور سلبيه محيطه، الى كل امور يا ربنا ينشط بها العالم ويثبت بها يا رب عدو الخير تطلعاتنا ويا رب املنا، لكن النهارده عيوننا يا رب لجلالك النهارده. بنقول لجلالك النهارده ضع في افواهنا تسبحه جديده، ضع في افواهنا يا ربنا املا جديد يا رب لجلالك النهارده. يا رب النهارده احنا بنصلي لكل من اساء الينا بكل محبه، لكل يا رب من امتدت يده بمعاول الاد، لكل من امتدت يده بحريقه ربنا او بسرقه يا رب للكنيسه ولامور الكنيسه، لكن يا رب كنيستك الحيه شعبك يا رب النهارده بيصرخ وبيطلب زي ما انت علمتنا وزي ما انت يا رب وضعت في قلبنا يا رب هذه الامور الرائعه يا رب ان نطلب الصفح والسماح لاجلهم يا رب. طلب ايضا من اجل شعبك يا رب النهارده ان تزرع في قلبه املا جديدا، وان تزرع في قلبه يا رب ان تضع في قلبه يا رب رفعه جديدة، أن يكون مجد البيت الأخير أعظم من مجد الأول. النهاردة بنطلب مجد يا رب لكنيستك، إن كنيستك تبقى ملجأ يا رب للمنسحق في أزمنة الضيق، إن كنيستك يا رب تبقى تعطي الطعام للجائع، وتعطي يا رب الماء للعطشان، وتعطي يا رب مأوى للغريب، وتعطي زيارة للسجين، وتعطي يا ربنا وتعطي ربحا للنفوس، وتعطي يا ربنا بشارة لكل نفس متعبة ولكل نفس آثمة ولكل نفس تطلب يا رب لأجل أن تطلب أن تسكن أنت فيها. اجعل كنيستك أن تكون منارة جديدة، اجعل كنيستك أن تكون كارزة باسمك لكل من يطلب، اجعل كنيستك أن تكون يا ربنا تكرز باسمك يا ربنا لجميع من يطلبونك يا رب. اجعل كنيستك أن تعطي الدواء لكل مريض، واجعل كنيستك يا رب أن تكون منارة حقيقية في اسمك. اذكر يا رب شعبك الذي يطلبك اليوم يا رب، واجعل يا ربنا اسمك أن يكرم بسببنا لا أن يجدف عليه بسببنا. في اسم المسيح نحن نصلي، ولك أيها الآب مع الابن في شفاعة الروح القدس كل إكرام وحمد القلب. يا رب نصلي يا رب كده أنك تصفي كل أعماقنا يا رب دلوقتي. اديني يا رب سلامك وفرحك ومحبتك في قلوبنا اليوم يا رب، لمسة من عندك. منتظرين يا رب إعادة بناء مش بس مباني لكن كمان شعب الوقت اللي جاي. أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن وخبزنا كفافنا
قادر أن يحفظنا غير عاثرين ويقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الوحيد الحكيم مخلصنا، له المجد والعظمة القدرة والسلطان من الآن وإلى الأبد. آمين آمين. ذكرياتنا اللي كلها اتحرقت في الكنيسه دي، بس احنا يعني واثقين ان ربنا يعني هيبني كنيسه احسن. والنهارده كان لينا اول اجتماع، كان اول اجتماع حد بعد ما الكنيسه اتحرقت. كان في مبنى ملحق بالكنيسه، فعلا الاجتماع ده لقينا عدد كبير جدا جدا، يعني اكتر من يكون متوقع في اي يوم تاني. يوم حد الصبح دايما، يوم الصبح عندنا يوم الحد ده بيبقى عدد قليل جدا، بيبقى ناس كبيره. فبالعكس احنا تشجعنا جدا، وعدد الناس كان كتير جدا، وكله تعهد ان احنا نساعد بعض ونشجع بعض ان احنا نبقى عندنا كنيسة اكبر واحسن. انا متضايق جدا على الكنيسة، بس عايز اقول ان انا مش بكره الناس اللي عملوا كده، انا بحبهم، بس بتمنى ربنا يعني سامحهم ويغفر لهم على اللي عملوه. هما اكيد مش عارفين هما بيعملوا كده في مين. موجودين برضو في مكملين صلاة روحية. احنا الروح لسه فينا، مش هنبعد ابدا عن روحنا من الكنيسة. احنا الكنيسة دي فيها ذكريات كتيرة جدا، وفيها حاجات كتيرة لينا بنحبها كتيرة في الكنيسة دي، بس احنا برضو هنفضل هنا في الكنيسة، وهنفضل نشتغل فيها لغاية ما نخليها اجدد واحلى، وربنا هيكون معنا واحنا في الشغل اللي احنا بنعمله ده. ان شاء الله ربنا هيكون معنا، وهتكون كنيسة جميلة جدا، وهيعوضنا عن كل اللي فات. احنا مش زعلانين خالص على اي دمار حصل، لانه انا مصدقه قوي انه الله هيبني كنيسه جديده بحجاره حيه، حجاره مش النار تحرقها، مش الدمار بيأثر فيها، حجاره بتستمر للابد. انا مصدقه كمان ان الله هيفتح عيون شعبه على حق جديد وعلى نور جديد، هيكون خلاص لجميع الأمم، ومصر هتشوف نور جديد، حق جديد. مصدقة كمان إن القوة هي اللي بتبقى موجودة في الوقت الصعب، مش في الوقت السهل. أنا بشكر ربنا قوي على اللي عمله في البلد وعلى اللي عمله معانا، ومصدقة إنه بدأ عمل وهيكمله. أمين. أنا اسمي جوي، عندي 6 سنين. زعلان على الكنيسة، وكنت محب يعني مدرسة راحت كنت مرجع على طول، بس أول ما سمحت هي حرج كنت زعلانة، ومال أصلي عشان هي بابا يسوع يبنيها من جديد وتبقى حلو. احنا زي ما شايفين الكنيسة وضعها صعب جدا، لكن احنا في إيماننا المسيحي إن الكنيسة مش مباني ومش حجارة، لكن الكنيسة هي الناس الموجودة جوه الكنيسة، وهي القلوب اللي بتعبد ربنا. طبعا الكنيسة منظرها بشع جدا باللي حصل فيها، لكن أنا عايز أقول رسالتين. الرسالة الأولانية إن إحنا اللي حصل دوت ما ضايقناش أكتر ما هو شجعنا، وخلانا نرجع للكنيسة بقوة أكتر، وخلانا نبص للكنيسة بأن هي فعلا مش مجرد مباني، لكن هي فعلا زي ما قلت إن هي في إيماننا المسيح إن هي النفوس والقلوب اللي بتعبد ربنا، وده أمر شجعنا ما ضايقناش. الأمر الثاني إن إحنا عايزين نوصل، أو أنا عايز أوصل رسالة بالنيابة عن الكنيسة كلها، إن إحنا مش متضايقين من الناس اللي عملت كده، ولكن إحنا بنشفق عليهم وبنصلي لهم
وبنوصل لهم رسالة حب، وإحنا بنغفر لهم عن اللي هم عملوه، وبنصلي لهم إن ربنا يكون بيفتح عينيهم ويرجعهم عن الشر اللي هم بيعملوه. وعايز أقول إن لكل شعب الكنيسة الإنجيلية الرب بيفتح عينينا على أمور جديدة هيعملها معانا. واللي حصل دوت إحنا ممكن تكون في ناس كثيرة بتفكر إن هو ممكن يكون أمر سيء، ولكن دي بركة الرب بيديها لنا ونعمة عشان نقدر نكون بنعبد ليه بقلب جديد وبفكر جديد وبذهن جديد. أنا فعلا متضايقة الكنيسة، بس أنا واثقة إن ربنا هيعمل حاجة، يعني هو أكيد ربنا بيعمل، وأنا مش بكره الناس اللي عملوا كده، أكيد ربنا يغفر لهم، وأنا مش بكرههم، أنا متضايقة عليهم إن هم عملوا كده عشان هم فاهمين الدنيا غلط. فأنا يعني بتمنى إن يعرفوا ربنا، وأنا واثقة إن الكنيسة هترجع أحسن من الأول، فأنا مش متضايقة. الكنيسة الإنجيلية بني مزار دي كانت بيتي الأول. تخيلوا مثلا من وأنا عندي يمكن 6 سنين أو 5 سنين وأنا اجتماعات مدارس الأحد، اجتماع الفتيان. طيب نبقى فيه بديل في الوقت المناسب نصلي فيه. أنا أشكر ربنا وأشكر إيديهم اتمدت وعملت العمل ده لأنهم جمعونا أكتر من الأول، وربنا يبارك الكل ويسامحهم. طبعا يعني الكنيسة اتحرقت بالكامل، أنا ما كنتش موجود لما الكنيسة اتحرقت، فجالي الخبر أنا كنت في مؤتمر. طبعا حزنت كتير قوي لأن المكان ده يعني أنا كان أكتر من بيتي وأنا مولود فيه، وكان كل يومي بقضيه هنا اكتر ما بقعد في البيت. انا برضو فريق التسبيح هنا في الكنيسه، احنا كلنا زعلنا على حاجات كتير قوي اللي اتسرقت هنا، كان عندنا الات كتير، بس بنشكر ربنا ان احنا عرفنا بجد ربنا كان عايز يوصل لنا رساله حلوه قوي، ان عمر ما التسبيح كان بالالات ولا كان بالمكان. الكلام ده الرساله دي جاتني النهارده وانا في الاجتماع فوق، كان حاجاتنا بسيطه جدا، وكانت كان الاجتماع برضو بسيط، كان اي نعم حضور كبير قوي، ما كانش نفس الامكانيات اللي كل مره، بس فعلا التسبيح كان احسن من اوقات تسبيح كتير قوي تاني حضرتها. انا واثق ان ربنا يعني هيعوضنا احسن من اللي فات ده بكتير جدا. وبالنسبه للناس اللي عملوا كده انا بحب اقول لهم ان احنا بنحبكم يعني على طول، مهما عملتوا ومهما حرقتوا لنا كنايس ومهما عملتوا اي حاجه احنا بنحبكم جدا. أول ما سمعنا خبر إن الكنيسة بتتحرق يعني أصابنا ذعر وزعل وحزن شديد على كنيستنا، يعني كنيستنا ده بيتنا التاني، وإحنا فعلا لحد دلوقتي كل ما بنشوفها مش بنقدر نمسك نفسنا على الجوع، لكن كل إيماننا وثقتنا في ربنا إن هو صاحب الكنيسة هو اللي هيديها لنا أحلى وأحلى من الأول، وإن الكنيسة هي جماعة المؤمنين. وإن روح الله اللي ساكن فينا أعطانا السلام، أعطانا إن احنا نقدر نصلي للمسيئين إلينا، كل واحد إيده اتمدت على الكنيسة بالهدم وبالحرق وبالتكسير، احنا مسامحينه وبنصلي من أجله إنه يعرف ربنا ويعرف كلمة الحق، لأن كلمة الحق عمرها ما هتضيع في وسط الزحمة، وكلمة الحق اللي قلناها هي يمكن سبب إن احنا كنيستنا حصل لها كده، لكن احنا واثقين في ربنا إن هو قادر يعوض عن لينا كنيسة أحلى وأحلى وأمجد، وبأعضائها وبناسها وبأولادها وبناتها الموجودين فيها. أشكر الرب على كل حال إن هو فدى حيطان، يعني الحيطان والمباني ممكن تتعوض، لكن ولادنا نشكر ربنا ان هم بسلام وعارفين يعني ايه ربنا وعارفين يعني ايه ايماننا قوي انه قادر يحقق لنا كنيسه احلى بولادها وبمحبه ربنا وبحضور ربنا جواها. احنا كنيستنا دي كان دايما مليانه بحضور ربنا، كان دايما صوت الترنيم طالع منها، كان دايما كل حاجه في كنيستنا كانت جميله وكانت حلوه وكنا بنحبها، لكن مش قد محبتنا لربنا. ربنا قادر يعوض، وانا بسامح وبغفر لكل واحد اساء لي لانهم لا يعرفون ماذا يفعلون. اشكر ربنا.
الكنيسة هنا اللي هي كانت تحفة معمارية كمبنى بكل الأجهزة بكل الموجود فيها، كانت كنيسة رائعة كمبنى. شايفين مقدار الدمار اللي موجود فيها للمبنى، لكن عطى قوة دفعة للناس اللي هنا أعضاء الكنيسة جسد المسيح الحقيقي هنا، إنه دي قوة دفعة إن مجد البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. إحنا بنقدم غفران حقيقي وصفح حقيقي لكل إيده من امتدت بمعاول الهدم وخد هدم في المكان، لكن عطى قوة دفعة للناس إنها تقدر تعوض وترجع المبنى أعظم من الأول، لأن الأشخاص ما تدمروش والأشخاص ما حصل لهمش أي هدم، بالعكس كانت قوة دفعة للبناء. وزي ما نحمية قال، إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد ونقوم ونبني، فإحنا واثقين إن الرب نفسه عطانا النجاح حتى على التغلب على مشاعر المرارة اللي عندنا وعلى كل مشاعر موجودة سلبية. بالعكس احنا بنصلي من أجل كل الناس النهاردة، بنقول إن الرب فعلا يقدر يخلق أكتر من شاول فيهم ويبقى بولس فيهم. الكنيسة اللي انتوا شايفينها كده بإذن الرب نفسه بعد وقت قصير جدا هتيجوا وتصلوا معانا وتصوروا معانا وتشوفوا الكنيسة رجعت معمارها ورجعت مبانيها أعظم من الأول. لكن الأعظم من كده شعب الكنيسة النهاردة اللي عطى أكتر بنيان وأكتر رسالة موجودة، إن الشعب نفسه اجتمع النهاردة وهو بيصلي في مكان في المبنى الإداري برضو اللي طلته معاول الهدم برضو، لكن صلينا وقدمنا عبادة حقيقية للرب، لأن الكنيسة عمرها ما بتتحرق وعمرها ما بتتهدم، لأن الكنيسة هي جسد الرب. وحاشا للرب إلا كل ما بتيجي ضربة بتيجي ما بتهدمش لكن بتقوي. وزي ما قال الكتاب، بالإيمان طافوا في جلود معزة، بالإيمان نجوا من حد السيف، بالإيمان نالوا مواعيد. وإحنا مصدقين إن إحنا المواعيد جاية، المواعيد جاية، إن الوعد لينا، وكل موضع بتدوسوا بطون أقدامنا بيكون لينا. مصدقين إن الرب نفسه هيضم للكنيسة كل يوم الذين يخلصون. مصدقين إن الكنيسة تقدر تقدم للناس اللي هدموا فيها في المباني، تقدم لهم رسالة رحمة وحب. وبالعكس إذا جاع أي واحد فيهم هنقدم له الطعام، إذا عطش أي واحد فيهم هنقدم له المأوى، إذا مرض أي واحد فيهم هنقدم له الدواء، لأن دي رسالتنا أبداً. حتى لو أهنا، حتى لو انشتمنا، حتى لو تهدد الكنيسة أكتر من كده، هنفضل نحبهم ونحب ونحب.